وأيضا علقت الخارجية الصينية على اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية بين اليابان وكوريا الجنوبية، قائلة أن الصين تحث الأطراف المعنية على حماية السلام والتنمية على شبه الجزيرة الكورية، وتأمل في ألا يؤثر الاتفاق بين اليابان وكوريا الجنوبية سلبا على الاضطراب في هذه المنطقة. إن الجهات المعنية بشأن هذا الاتفاق لا تزال تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتعزز التعاون العسكري بين البلدين، مما يجعل الوضع في شبه الجزيرة الكورية أكثر توترا، وهذا لا يتماشى مع اتجاه عصرنا الذي يهدف إلى السلام والتنمية والمصالح المشتركة للدول في شمال شرقي آسيا.